بعد ما شفنا بقى مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، خلونا نقول لكم إن الأرصاد قالت إنها رصدت غطاء سحابي كثيف بيصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وإن درجات الحرارة مستمرة في البرودة وده لحد نهاية الأسبوع. خلونا بقى نطمن أكتر من على حالة الطقس الأسبوع ده من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني يمكن احنا بقالنا يومين كده مطره غزيره مع بروده شديده، فحضرتك طمنينا بقى على الجو. بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، الحمد لله بالامس شفنا سقوط الامطار اللي كان متفاوت الشده من محافظه لمحافظه، وشمل طبعا مناطق من القاهره الكبرى انخفاض في قيم درجات الحراره. ويمكن اليوم كمان اصدرنا تحديث عن الحاله الجويه واستمرار وجود السحب الممطره بشكل كبير على المناطق الساحليه، يمكن كمان الامطار تتقدم لبعض المحافظات الداخليه بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فده بيساعد على الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره، وطبعا بيكون في استمراريه لفرص الامطار، والمتوقع اليوم تكون امطار متوسطه على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري اللي هي اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. تمتد الامطار بكميات اقل امطار خفيفه لمناطق من جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، خليج السويس، بعض المناطق من سيناء، مع استمرار انخفاض قيم درجات الحراره، لان مصادر الكتل الهوائيه كمان قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فده بيكون الكتل دي منخفضه في قيم درجات حرارتها، فبيؤدي لانخفاض قيم درجات الحراره والاجواء المائله للبروده فتره النهار في اغلب انحاء محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، شديده البروده بشكل كبير خلال فترات الليل، خاصه كمان ان اليوم هيكون في نشاط للرياح في في اغلب محافظات الجمهوريه. نشاط الرياح ده هيزود احساسنا بالبروده اكتر ويخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. متوقع مع يوم الاثنين والثلاث والاربع يعني منتصف الاسبوع يكون في تعمق ايضا للمنخفض الجوي بشكل كبير، يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. احنا متوقع عظمى على القاهره الكبرى توصل 16 درجه مئويه فتره النهار مع منتصف الاسبوع، فترات الليل الصغرى توصل لتسع درجات، فبالتالي هيكون في مزيد من الانخفاض ومزيد من الاحساس بالبروده خلال الايام المقبله. استمرار فرص الامطار واللي يمكن متوقع كمياتها تزيد مع منتصف الاسبوع على السواحل الشماليه وتشمل كمان المحافظات الداخليه، استمرار نشاط الرياح على اغلب الانحاء هيحسسني بالبروده ويؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، فبالتالي على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله متوقع اجواء شتويه بامتياز، ممطره في معظم محافظات شمال البلاد، انخفاض في قيم درجات الحراره، فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين الملابس الشتويه الثقيله لازم تبقى موجوده معانا على مدار هذا الاسبوع كله، وخاصه فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات الساحليه المعنيه اكتر بسقوط الامطار، لان في استمراريه لسقوط الامطار خلال الايام الماضيه وعلى مدار هذا الاسبوع، فلازم اثناء سقوط الامطار تكون القياده بهدوء تام، لازم كمان نبتعد عن المباني المتهالكه، اعمده الاناره، اكشاف الالواح المعدنيه او الالواح المعدنيه الموجوده في الشوارع واكشاك الكهرباء، ومهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. طيب في النهايه بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك جدا.